وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإن ومن عصاني فإنك غفور رحيم. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. اسمي بالشيخ جواد أكرم، عمري 13 سنة، أتممت لحفظ كتاب الله في عمر 10 سنوات على يد الشيخ الفاضل مبارك محمد الصالح. المدة التي استغرقتها في حفظ كتاب الله هي مدتها 5 سنوات، وطيلة هذه المدة كنت أحظى بمتابعة الوالدين الكريمين والحرص على المثابرة على حفظ كتاب الله. كانت عملية الحفظ في البداية صعبة، كنت أقرأ صور صغار الصور، كنت بالأسطر في البدايات. بعد ذلك بدأت بتطور في الحفظ، بدأت أحفظ بالثمن والربع، والحمد لله بدأت أتقدم في الأحزاب. الحمد لله الآن عندما أتممت حفظ كتاب الله الآن أنا في عملية التثبيت مراجعة الأحزاب. جواد أكرم في الحقيقة هو من الطلبة الصغار النجباء اللي من الصغار الذين دخلوا إلى المدرسة، وفي الحقيقة عناية الوالدين، وكان الوالدة نتاعه ما شاء الله تاني هي تحفظ كلام الله سبحانه وتعالى وتنتمي إلى المدرسة القرآنية، كانت قائمة عليه تأتي به معها. ثم بعد ذلك عندما كبر وعرف كانت ترسله، وكان يحفظ في الأول كما ذكر وقال لكم ربما بالثمن كذا، بعدها بقى يحفظ بالربع، ربما يوصل حتى إلى النصف يحفظه في اليوم، وهذا اللي كان عنده في قبل الختم كان يحفظ القرآن الكريم بنصف، وهكذا حتى ختم كتاب الله سبحانه وتعالى. والآن كذلك ما هو مع التثبيت، تثبيت القرآن الكريم، ويحفظ بعض المتون مثل الجزرية والتحفة والدرر اللوامع على 40 النووية، هذه من أمور المقررات عندنا في المدرسة، وهو بعض الطلبة اللي راهم معه هنا وغيرهم الذين لم يحضروا معنا. ورز المدرسة القرآنية في مدرسة الأمير عبد القادر قبل الدخول إلى السنة الأولى ابتدائي، كان عمر 5 سنوات، وكانت الانطلاقة تقريبا من المنزل الحت وحتى على حفظ كتاب الله. وبعد ذلك شيئا فشيئا أنه دخل المدرسة القرآنية، كان هناك اجتهاد كبير في حفظ من المدرسة المياتي، من المدرسة الساعة 5 يضع أدواته ثم يتوجه إلى المدرسة القرآنية.
إلى غاية سنة 2018 تم ختم كتاب الله، وكذلك أنه مواظب حتى في المجال الدراسي في المدرسة. أنا في المتوسط كواري عبد الملك في السنة الثانية، السنة الثالثة متوسط هذه السنة، النتائج كذلك كانت باهرة، رغم أن بين البيت بين المتابعة القرآنية بين المتوسطة كانت هناك نوع تنسيق دون تضييع الوقت، حتى اللعب قليل قليل جدا، اللعب مع في الشارع مع بعد ذلك انه ما نقول المنع، وانما توجيه الى ما هو احسن وافضل من اللعب. احنا عندنا دائما العلم والعمل، ماذا بينا نقولوا في المستقبل باش نخرجوا ناس ناجحين وحافظين الكتاب الله، وماشي غير حافظينه، الحفظ والعمل اهم شيء نحطوا عليه هو العمل. اما الفضل ليه ممكن لاخوه الاول اللي سبقه في ختمه القران، هو اللي حرص عليه ودخلاه، وبفضل الله خطوه خطوه. وثاني النظام، خاطر هذا يبغي متابعه دائما، ونقولها للاولياء تبان لهم حاجه غريبه وقته، انا معامله هنا نقولها انا عامله على انها كبيره، استغلال الوقت. سي عبد الكريم، عندما خاتم القرآن الكريم كرم من طرف بعض الجمعيات، شؤون مدير الشؤون الدينية وجمعية الشباب والطفولة السبيل، وكان أحسن وأفضل تكريم عندما أخذته إلى البقاع المقدسة. هنا كذلك كرم من طرف جمعية هدية الحاج المعتمر. من مذكير كذاب قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد نزرا بطشتنا. واجعله الصاحب في عمري فينفعني، وبه ربي نور قدري فيؤنسني، واجعله الصاحب في عمري قتلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. المدرسة القرآنية مدرسة الأمير عبد القادر، هذه مدرسة في الحقيقة نشأتها بدأت في 2003، وبدأت في الحقيقة في التطور، وكان أول خاتمين لكتاب الله سبحانه وتعالى فيها كان في 2005، ثم بعد ذلك تقريبا إن لم يكن كل عام تقريبا إن لم يكن خاتم أو خاتمين أو ثلاث على حسب الله. في الرسالة من هذا لأولياء التلاميذ أن يعتنوا بالقرآن الكريم ويوجهوا أولادهم للقرآن الكريم، فإن ولدك إن أعطيته القرآن فإنه سيعطيه كل شيء. والذين هم على صلواتهم يحافظون إلا على أولئك هم الوارثون الذين يرثون. وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها. بلي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء
رب اجعلني مقيم الصلاة